الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من المواجهة أكون مع حضراتكم على مدار هذه الفترة. أنا لما جبريل. يوم 14 من يونيو رئيس روسيا فلاديمير بوتين أعلن عن مبادرة للسلام مع أوكرانيا. بوتين قال إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي فور إعلان كييف تخليها عن طلبها للانضمام إلى حلف الناتو وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي عسكري. ودعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وقال بوتين إن اقتراحه سيوفر حلا نهائيا للصراع وإن الكرملين مستعد لبدء المفاوضات دون تأخير. وفي ردود الأفعال على مبادرة بوتين قال وزير الدفاع الأمريكي إن بوتين لا يمكنه إملاء شروط السلام، كما اعتبر الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ أن تنفيذ شروط بوتين سيكون تحقيقا لأهداف روسيا. ده الحقيقة بيدفعنا إلى تساؤل حول سيناريوهات التصعيد والاحتواء للأزمة الروسية الأوكرانية وقمة سويسرا للسلام في أوكرانيا، وهل ستستجيب الأطراف المتنازعة على شروط بوتين للسلام مع أوكرانيا. هذه المحاور وغيرها هتكون موضوع نقاشنا هذه الليلة في المواجهة مشاهدينا الكرام، وهيكون معنا عبر سكايب من القاهرة دكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، ومن كييف دكتور عماد أبو رب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، ومن لندن دكتور طالب العواد الباحث بمركز الحوار العربي الأوروبي للبحوث السياسية، ومن موسكو أستاذ رامي القليوبي أستاذ زائر بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو. بعد لحظات قليلة نبدأ هذا الحوار، ابقوا معنا. من جديد أرحب بحضراتكم وأرحب بضيوفي الكرام حتى الآن عبر سكايب من القاهرة الدكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، ومن كييف دكتور عماد أبو رب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار معي أيضا عبر سكايب. برحب بكما وأبدأ من القاهرة مع دكتور أشرف. دكتور أشرف، يعني هل ترى أن هناك تحرك روسي جاد لإقرار السلام بعد العامين من الوضع الميداني الذي ربما يمكن أن نصفه بشكل أو بآخر مسيطر، يمكن اجتاز بنسبة كبيرة يعني خطته في الداخل الأوكراني، هل التوقيت بالنسبة لبوتين حقيقي لإقرار السلام الآن؟ بوتين في شروط طبعا حاططها وضعها من أول ما بدأ العملية في 22، وهي عدم طلب أوكرانيا دخول حلف الأطلنطي، لأن ده كان بيمثل تهديد مباشر للأمن الروسي، وبعدين التوسع الأطلنطي لم يتوقف، وبالتالي هو استشعر بأن هناك تهديد.
خطورة الدول الصغيرة اللي موجودة جنب دول نووية زي روسيا بأنها دائما قرارها ما بيكونش في إيديها. وده واضح تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود حرب الاستنزاف مع روسيا. الرئيس بوتين يعني في عرضه أو الخطة اللي عرضها هي تأكيد على أنه ما زال يملك من الأدوات وقادر على أن يستمر في عملية الاستنزاف. الخطورة في إيه؟ خطورة الموقف في أوكرانيا أنه الداعمين للولايات المتحدة الأمريكية في موقف أوكرانيا بدأ يقل لأن الصين ما جاتش، وطبعا الصين وروسيا بقت مع بعض، وده موقف مش يعني لا يخدم المصلحة الأمريكية، وهو تأكيد التحالف الصيني الروسي. في طبعا الأمريكان زعلانين، قال لك الصين ما زالت بتفقد الفرصة وتفقد صورتها أمام العالم. كل 80 دولة اللي وقعوا في على الوثيقة أو الإعلان هم كان بيمشوا وراء الفلك الأمريكي، ولكن 80 دولة دول يعني لما نبدأ نعدهم هنلاقي في منهم موجودين دفاعا عن القانون الدولي، في منهم بيتكلم على أن المعايير المزدوجة في قضية غزة متناقضة مع الدفاع عن قضية أوكرانيا، وبالتالي انتقاد الدب الروسي ليس أصبح في محله. لأن الولايات المتحدة، شوفي السياسة الخارجية الأمريكية من باراك أوباما في 2014 لما غزا بوتين القرم، شبه جزيرة القرم، إلى الآن نحن نتحدث عن تخبط في السياسة الخارجية الأمريكية. الأمر يعني يبدو أنه يعني يخرج عن السيطرة، يعني الإدارة ضعيفة. يعني بصراحة لما تحللي موقف الولايات المتحدة الأمريكية استنزاف في مواردها لدعم أوكرانيا، حتى ترامب بيقول لك يعني زيلينسكي ده تاجر شاطر، كل ما بيقابل بايدن بياخد منه تشيك على الأرض وإحنا الأمريكيين ندفع. النهاية فين؟ يعني أنت النهاردة ما دعيتش روسيا لقمة سويسرا، طيب وانت بتكلم مين؟ ما انت لازم تكلم الطرف اللي هو هيحل. والى اي مدى هذه المخرجات اصلا يعني لها مكان او على الارض، او هي مؤثره في هذا التوقيت؟ اذهب من هذه النقطه دكتور اشرف الى ضيفي من كييف دكتور عماد. دكتور عماد، يعني كيف ترى رد فعل اوكرانيا تجاه الشروط الروسيه في هذا التوقيت؟ تحياتي لكم وللضيوف الكرام والساده المشاهدين. بداية كل عام وأنتم بخير. طبعا كما هو معروف أن أوكرانيا لم تدعو لهذه القمة على اعتبار أنها قمة للتفاوض، هي دعت على اعتبار أنها تريد أن تقدم وجهة نظرها وتتعرف أيضا على مواقف الدول سواء بتأييدها أو تستمع إلى الأفكار والمقترحات من الدول المشاركة. ولذلك سقف مطامح أوكرانيا في هذه القمة لم يتجاوز هذه الأهداف، وإضافة إلى أنها تريد أن تكون هذه القمة بوابة وارتكازة لعقد قمم أخرى. يمكن الصين تعقد قمة، يمكن روسيا تعقد وتدعو دول أخرى أيضا، وهكذا إلى أن يتم وجود إما عبر الأمم المتحدة وإما عبر وسطاء وخاصة الدول العربية ومن أبرزها السعودية على سبيل المثال، أن يكون هناك قمة تجمع الطرفين ويكون هناك حوار جاد للوصول إلى مقاربة. ولكن حقيقة التصريحات الروسية جاءت لتعيد الجميع إلى نقطة الصفر، لأن روسيا لا أعتقد أنها نجحت في أن تلزم أو تجبر أوكرانيا على الجلوس للتفاوض، والدليل أننا نحن في السنة الثالثة ولم تستطع روسيا حسم سيطرتها على المناطق أو ضم المناطق التي أعلنت أنها أصبحت تابعة لها، وتقدمت خطوات وتراجعت. وكما أن الجانب الأوكراني قبل شهرين تقدم جزئيا ثم توقف تقدمه، إذن واضح أن الجبهات في الميدان لا يوجد فيها أي حسم لأي جانب، وهذا للأسف يعني أن الحرب ستطول أكثر وأن الخسائر في الأرواح البشرية ستزداد، مما يعني أنه على عقلاء العالم أن يوجدوا حلول ومبادرات جادة يعني ضمن دول حيادية. ولكن دكتور لو تسمح لي يعني على المقاطعة،
القوات الروسية بالفعل يعني تقدمت بشكل كبير، يمكن أن يكون ليس كبداية تصريحاتها حول طموحها في الداخل الأوكراني، ولكن احنا بنتكلم عن ثلثي أرض دونيتسك، 95% من أراضي لوغانسك، 75% من منطقة زابوريجيا، أكثر بقليل من نصف منطقة خيرسون، يعني نتحدث عن نسب ليست بالقليلة من ضمن أهداف أوكرانيا، من ضمن أهداف روسيا عفوا في الداخل الأوكراني. بداية منطقة دونيتسك ولوغانسك تم احتلالها في 2014، وهذه لها يعني حيثيات أخرى مختلفة. لكن منذ 22 من فبراير 2022 ميلادي، الذي كان العفو هو عبارة عن تقدم للقوات الروسية، واستطاعت أن تسيطر على قرابة يعني تستكمل ضم ما يقارب 20%، وأوكرانيا تعتبرها أراضي محتلة مؤقتا كما يصفها القادة السياسيين رسميا. لكن على الواقع هذا التقدم توقف، وللآن مناطق خرسون أنا أزور يعني في الشق الإنساني بحكم طبيعة عملي كمجلس قوميات تابع للإدارة الحكومية، أزور القوميات والأقليات في كافة الأقاليم بما فيها حتى دونيتسك، يعني هناك جزء كبير من دونيتسك لازال في تحت السيطرة الأوكرانية. أما المناطق التي تم التقدم فيها بعد خلال السنة الحالية هي مناطق في منطقة خاركوف، وتم توقيف تقدم القوات الأوكرانية، وعلى الجبهة واضح أن هناك توازي بين القوى بين الجانب الروسي والأوكراني، لا يوجد تقدم أوكراني ولا تقدم روسي، والاشتباكات متواصلة والخسائر يوميا بين الجانبين للأسف موجودة، وبالتالي الواقع واضح أن فيه جمود. لا أقول أن أوكرانيا تستطيع أن تتقدم في الصيف، واضح أنها لا تتمكن من ذلك، إضافة إلى أن روسيا يبدو أنها تواجه مقاومة شرسة، وخاصة في ظل المساعدات الأخيرة التي لكن وصلت، واضح أنها قادرة على الاستمرار على الأرض. أنا لم أتكلم طبعا واضح أن روسيا لديها قدرة ومستمرة ومصممة، ولكن في المقابل أيضا الشعب الأوكراني وأوكرانيا مصممة في ظل وجود من يدعمها، يعني أوكرانيا بالضبط هي في ظل وجود من يدعمها. أنا عايز أفهم من حضرتك بشكل أو بآخر، إلى أي مدى هناك رؤية أوكرانية من قبل يعني المسؤولين أو رئيس الأوكراني أن هذا الدعم سيستمر؟ إحنا بنتكلم عن تدهور بشكل أو بآخر في الاقتصاد الأوروبي، صعود يميني بيتحدث أو بينتقد الدعم الأوكراني، قضية فلسطين التي ربما تأخذ كثير من تركيز واشنطن، يعني مع كل هذه الأمور الدائرة الآن في السياسة الدولية، إلى أي مدى تتوقع أوكرانيا استمرار الدعم؟ أوكرانيا الآن تركز على وجود هذا الدعم وتناور عليه، وتتوقع أن يتوقف في بعض الدول، ولكنها تعلم أن هناك دول لن يتوقف دعمها، ومن أبرزها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا ودول أخرى. وبالتالي أوكرانيا تحاول قدر المستطاع، كلما زادت المخاطر في احتلال مزيد من الأراضي الأوكرانية، تعاود عبر حركها الدبلوماسي تنشيط إيجاد دعم ووعود، وخاصة التصنيع الداخلي في أوكرانيا، وإيجاد أيضا ضمانات لاستمرار هذا الدعم. لكن هل هذا الدعم سيستمر؟ بالتأكيد سيستمر، لكن ما هو حجم هذا الاستمرار؟ باعتقادي أن ما تدعم به أوكرانيا لن يؤهلها لا للانتصار ولا لحسم المعركة، هو فقط سيعطل تقدم القوات الروسية، مما يعني أن الحرب ستطول، وأن استنزاف روسيا واستنزاف أوكرانيا واستنزاف قيم السلام والوئام العالمي للأسف كلها معرضة لهذا الاستهداف. لو تتفضل بالبقاء معي دكتور عماد معي أيضا عبر الهاتف من موسكو، أستاذ رامي القليوبي، أستاذ زائر بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو. أستاذ رامي، يعني رئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم مبادرة من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا وإرساء السلام بين روسيا والغرب، كيف ترى هذه المبادرة الروسية بالنسبة للأطراف الثلاثة، روسيا أوكرانيا وأوروبا؟ بخصوص الطرف الروسي، طبعا هذه مبادرة مثالية كونها تضمن انسحاب القوات الروسية من الأراضي الجديدة كما تسميها روسيا، أي مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون في الشرق الأوكراني. ولكن هذه
أقرب إلى دعوة للتفاوض، لأنه من الواضح أن أوكرانيا والغرب الذي يقف خلفها لم يقبل بصيغة تخلي عن أراضي يعتبرها أوكرانية بموجب القانون الدولي. فبالتالي هذه مجرد مقدمة قد يتمحض عنها نوع من تكرار شمال قبرص، حيث تبقى روسيا حاكما فعليا في منطقة شرق أوكرانيا من دون نيل اعتراف دولي بذلك. أستاذ رامي، بعد ختام قمة أوكرانيا للسلام والمنعقدة في سويسرا، هل هناك ردود أفعال في الداخل الروسي حول ما خرجت به القمة؟ يعني ردود الأفعال الروسية سواء إعلاميا أو سياسيا تركز على عدم إجماع عالمي على مسألة دعم أوكرانيا، وأن هذه القمة فعليا لم تأتي بجديد ولم تحقق لأوكرانيا ما كانت تتمناه. وأصلا روسيا تنظر إلى هذه القمة بأنها عزيمة الجدوى طالما روسيا لم تشارك فيها، وروسيا هي طرف مباشر في الصراع. ربما الآن هناك أمال على أن تنعقد قمة أخرى في السعودية وتشارك فيها روسيا. هذه نقطة هامة أستاذ رامي، متى يمكن أن نرى قمة تجمع بين الطرف الروسي والطرف الأوكراني، وهل هناك أفق أصلا للمفاوضات بعيدا عن الشروط الذي وضعها بوتين لبدء عملية سلام؟ في الوضع الراهن لا أفاق للمفاوضات في الأفق المنظور، لأن فعليا كل طرف يضع شروطا تعجيزية. فروسيا تطالب أوكرانيا بالاعتراف بالسيادة الروسية على جزء من الأراضي الأوكرانية، وهذا غير موجود في العلاقات الدولية أن تعترف دولة بسيادة دولة أخرى على أراضي تعتبرها محتلة. لكن أوكرانيا تضع هي الأخرى شروطا تعجيزية، ومنها العودة إلى حدود أوكرانيا وقت تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، وروسيا لم تحد حربا منذ أكثر من عامين حتى تتراجع بهذه السهولة عن مطالبها، خاصة وأن روسيا الآن هي الطرف المتقدم على الأرض. فليبدو أن الجانبين الروسي والأوكراني سيسعيان في الفترة المقبلة لتحسين مواقعهما على الأرض حتى يخوض كل طرف المفاوضات من موقع القوة. وتكمن مأسات الحرب الأوكرانية لأنها تجمع في طياتها بين حرب بين دولتين مستقلتين وأخرى حرب شبه أهلية بين شعبين يتقاسمان التاريخ والديانة المسيحية الأرثوذكسية ويتحدثان لغتين قريبتين. وكما يعلمنا التاريخ، الحروب الأهلية يصعب إنهاؤها عبر حلول وسط من دون نصر طرف على حساب آخر. في حالة أنها حرب أهلية، يعني تفسير يمكن أن يختلف من طرف إلى آخر. أذهب لو تتفضل بالبقاء معي أستاذ رامي، أذهب بسؤالي هذا لدكتور أشرف. دكتور أشرف سينجر، يعني كيف تقرأ تحذيرات رئيس المخابرات الروسي سيرجي نارشكين بأن أوكرانيا من تبعات رفضها لمقترح بوتين للسلام، وأن الخيارات البديلة ستكون أصعب بكثير، مع أن أصلا يعني الطرف الغربي والأوكراني طبعا يرى أنه أصلا مسألة الشروط بها شروط مستحيلة بالنسبة لأوكرانيا والغرب؟ يبدو أن الطرفين الأوكراني والروسي كما أشار الدكتور القليمي انهم واقفين فعلا على نقاط بعيده. وبالتالي اذا حذرت الاستخبارات الروسيه او حذرت الاستخبارات الامريكيه او الاستخبارات الاوكرانيه، نظل دائما في موقف لا يمكن ان يحل الا بالزمن. وده بيخليني افكر، هل يعني بطروحه الاستنزاف اللي انا اتكلمت فيها من سنتين حينما بدات الحرب الاوكرانيه، هل هي مقصودة؟ يبدو أنها تسير في هذا الاتجاه، يعني أن الاستنزاف مستمر لجعل الدب الروسي يمثل تهديداً للأمن الأوروبي، وبالتالي الأوروبيين يحتاجون الولايات المتحدة. أزمة غزة أنا في تصوري شايفها، والشرق الأوسط العمال يولع، ده هو لمحاولة تقويض الصين وعدم دخولها. الولايات المتحدة يعني يبدو أنها بتدفع أموال، ولكن يبدو أموال الاستثمار في المستقبل. هنا بنلاقي نفسنا على أن الأمريكيين يبدو أنهم عندهم أنانية الآن في نظرتهم للتعامل مع القضايا أو القضايا الدولية. كل الدول وكل الشعوب رجعت تاني تبقى وقود وصراع لحروب
ومحاولة لتأكيد الهيمنة الأمريكية بالسيناريوهات وبالطريقة. يعني جاك سوليفان لما يجي مؤتمر سويسرا ويجمع معاه 80 ونائبة الرئيس كاميلا هاريس، طبعا منصبين كبيرين يعني في الإدارة الأمريكية مهتمين بهذا الأمر. اللي احنا خايفين منه باستمرار هو الضغط المتصل على روسيا بإعطاء أوكرانيا أسلحة متطورة أو طويلة المدى. هل يدفع الروس إن هم ممكن يلجأوا إلى الأسلحة النووية التكتيكية؟ وأشار بوتين أكتر من مرة. شوفي الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين بيحاولوا دلوقتي يهندسوا السياسات الأمنية مش في أوروبا بس في العالم، وبالتالي الضغط المستمر وعدم الحل بالنسبة لهذه القضية. دكتور أشرف، في هذه النقطة عذرا عن المقاطعة، في هذه النقطة تحديدا مسألة هندسة السياسات الأمنية في العالم، الكثير يروا من الخبراء أنه ما يحدث أن روسيا هي التي تحاول الآن هندسة السياسات الأمنية الأوروبية حسب يعني رؤيتها، هي حسب رؤية روسيا وطبعا يعني حلفائها في هذا التوقيت. دي وجهة نظر موسكو ووجهة نظر واشنطن. واشنطن بتهندس السياسة الأمنية الأوروبية عبر الأطلنطي. موسكو بتقول لهم أنتوا ضمن القارة الأوروبية وأنا أقرب لكم، وكل احتياجاتكم من البترول ومن الغاز ومن القمح ومن الطاقة أنا المصدر الأول لكم، وأنا الأمان بالنسبة لكم. زرع عدم الثقة اللي بين الأوروبيين وروسيا. يعني تغير الموقف الألماني كان مدهش بالنسبة لي قوي، الإيطالي أصبح الآن أكثر حدة، وينضم طبعاً رأس الحربة البريطانيين. يعني أنا يعني أنظر في أن أوكرانيا هي يعني مغلوبة على أمرها في ظل أن قرارها محشوراً أو ممسوكاً بقرارات واشنطن. يعني ولكن شوفي من ساعة ما روسيا خدت شبه جزيرة القرم والصمت الأوباني اللي حصل في 2014، وهم خدوا قرار بأنهم يدوا شبه جزيرة القرم لروسيا، خلي بالك هو برضو شجع روسيا أنها تحمي أمنها في حدود مع أوكرانيا في نفس الشعب اللي غزت فيه طبعا شبه جزيرة القرم. يعني بوتين بيقول لهم أنا مش هفضل قاعد أتفرج عليكم لما تقتربوا كحلف أطلنطي وتحاولوا تهددوا الأمن الروسي وأنا دولة نووية. خصوصا أنه اختبر العالم من قبل كما ذكرت يا دكتور، هو اختبر العالم والغرب من قبل ولم يتحرك أحد. فيعني الآن أو السنتين اللي فاتوا هو تقدم وحاول تنفيذ خططه واستراتيجياته ورؤيته الكاملة في الداخل الأوكراني. أذهب بهذه النقطة لو تسمح لي يا دكتور إلى ضيف الكريم دكتور عماد من كييف. دكتور عماد خليني أسأل حضرتك، إذن ما هي طلبات كييف لتحقيق السلام إذن؟ يعني بداية أوكرانيا واضح أنها عندما رأت أن المجتمع الدولي منقسم وهي تحاول أن تجمع أكبر كم ممكن من الدول التي تؤيد وجهة نظرها، هي بدأت الآن تناور في التأكيد على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحمي وحدة وسيادة الدول الأعضاء. فإما أن يغير القانون الدولي وإما أن تقبل دول العالم أن تحمي هذا القانون وهذا الميثاق، وبالتالي أن تقف موقف موحد في رفض ضم الأراضي الأوكرانية بالقوة. مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو واضح أن أوكرانيا بدأت ترسل رسائل عبر الوسطاء وحتى رسائل مباشرة وغير مباشرة أن مسألة الضم يمكن أن تعيد النظر فيها ويمكن القبول بضمانات تكفل لأوكرانيا أمنها القومي. فبالتالي الانضمام إلى حلف الناتو لم يصبح باعتقادي يعني ذاك الهدف الذي لا تراجع عنه، يمكن المناورة فيه والحديث فيه بكل مرونة. المسألة العالقة باعتقادي وهذه وجهة نظر الشخصية ليست رأي الرسمي لأوكرانيا، وهي مسألة الأراضي التي تم احتلالها كما أشار الأستاذ رامي وأشار السادة الكرام. هذه الأراضي باعتقادي إذا وجدت آلية لإدارتها بحيث لا تتنافى مع الميثاق الدولي ووحدة وسيادة الأرض الأوكرانية وتقبل بطريقة أوكرانيا بطريقة جديدة لإدارتها، وبنفس الوقت لا تعتبر روسيا أن هذه الطريقة ستهدد أمنها القومي بمعنى أنها لن تكون تحت الإشراف الروسي، يمكن أن نكون أوجدنا انطلاقة جديدة لإنفراج في هذا الملف. فيعني أكبر عقبة الآن من يعيد الجميع إلى الثقة أو على الأقل إلى عدم التخوف إلى درجة يعني الذهاب إلى خيارات عسكرية وتصعيد متزايد والتسلح والتعبئة والبحث عن حلفاء وشركاء يدعموا كل جانب.
فهذه الخيارات هي مقصد أوكرانيا. وباعتقادي أن الأيام القليلة القادمة أو الشهور كما قال الرئيس ربما خلال هذه السنة تنعقد قمة، وعلى الأغلب أنها ربما في السعودية. هذه القمة ستجمع الجانبين، وحينها سنكتشف ما إذا كانا بدأ يناوران وبدأت هناك فعلا طروح جادة ونوايا جادة للجلوس والوصول. بس أعتقد أنه الأوضاع الميدانية هي التي تؤثر على هذا الأمر بشكل أساسي دكتور عماد، يعني مسألة إذا كانت النوايا جادة من عدمها الميدان هو الذي يحدد يعني كيف يمكن أن تفرض الشروط على أي طرف. يعني كل دولة في هذه المرحلة سيدتي الكريمة، كل دولة، روسيا تحاول أن تسيطر على كم أكبر من الأرض لتفرض يعني شروطها في المفاوضات، وأوكرانيا تحاول أن تقوي موقفها من خلال صد الهجمات الروسية وإيجاد يعني رسالة واضحة لروسيا أنك لن تستطيعي التقدم أكثر، مما يعني أنها أيضا تستطيع أن تحدث توازن في المطالب. دكتور عماد، لدي سؤال متعلق بالقمة، قمة أوكرانيا للسلام. إذا كانت هناك رغبة أوروبية حقيقية لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا، لماذا لم يتم دعوة وسيط كالصين مثلا؟ تم دعوة الصين، والصين رأت وارتأت في ظل غياب روسيا أنها لن تحضر، وكما قلنا في بداية اللقاء أن أوكرانيا لم تدعو ولم تفكر مع سويسرا لعقد لقاء للتفاوض، هي عرضت لقاء لتعرض وجهة نظرها وتستمع لرأي الدول المشاركة، وهذا ما حدث. فبالتالي الصين كان هذا موقفها، علما أن الصين منذ بداية الحرب هل هي عملية حشد دولي يعني لكييف في هذه المرحلة؟ بالتأكيد هي حشد دولي، تذكير الجميع أن هناك ميثاق دولي وأن أوكرانيا لا تريد أكثر من أن يلتف وتلتف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع حماية وحدة وسيادة الدول الأعضاء، والآن أوكرانيا هي المهددة، فبالتالي هي تريد موقف واضح من هذه الدول. بالتأكيد هذه الدول وبعضها لن يكون له موقف مهاجم لروسيا، وأنا شخصيا شاركت يعني في جهد لجان للتواصل مع الدول العربية على مستوى رفيع، وكانت الردود دائما من الدول العربية أن حيادها إيجابي، أنها مع وحدة وسيادة أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واحترام الميثاق الدولي، ومع وجود ضرورة لجلوس الطرفين للتباحث. هذه الشعارات وهذه المواقف إيجابية، ولكن لابد أن نترجمها عبر آليات وعبر وساطات جادة من دول حيادية. الدول العربية، مصر، الإمارات، السعودية، دول أخرى عربية، هي دول يمكن أن يكون لها تأثير كون حيادها إيجابي ولديها مصالح مشتركة. بس دكتور عماد، المشكلة أن زيلينسكي يعني يخلط بعض الأمور، وحضرتك عارف أن السياسة متشابكة والمشاهد السياسية متشابكة بشكل أو بآخر، فلا أعلم إلى أي مدى يمكن يعني أن يرى دعم من قبل القادة العرب في هذا التوقيت تحديدا مع ما يحدث في غزة. ولكن يعني الرئيس، عندما راجعنا الرئيس، أشكركم على إثارة هذه النقطة، أنا شخصيا راجعت نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ورئيس البرلمان وإدارة الحكومة، والجميع تقبل الفكرة التي عرضناها أن أوكرانيا لابد أيضا بالتوازي أن تحترم قرارات الأمم المتحدة التي تكفل وجود دولتين بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة. وفعلا التصريحات الرئيس يعني واضح كان فيها يعني تغيير إيجابي، وحتى أن الرئيس دعا للعلم فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، عضو مراقب، أو بأن تحضر قمة السلام في سويسرا. فبالتالي ذكر تراجع يعني عن بعض التصريحات التي كان ذكر يجي بها، وضح أكثر وأدرك أن التصريح كان متسرع، وأيضا لابد أن يكون له موقف واضح. هل أوكرانيا كذلك تحترم قرارات الأمم المتحدة؟ نعم. أكد الرئيس ذلك، وأننا مع كل القرارات التي تكفل وجود دولتين بما فيها دولة فلسطين المستقلة. نعم. فإذا الموقف واضح أن فيه انفراجة إيجابية، ولكن نحن نأمل حقيقة ونعمل على أن يكون هناك إسهام عربي مباشر في الوساطة الجادة في المستقبل. شكرا لك من كييف دكتور عماد أبو رابل، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. أعود مرة أخرى إلى ضيفي من موسكو أستاذ رامي القليوبي. أستاذ رامي، هل بوتين لديه رغبة حقيقية وجدية في طي صفحة الصراع الروسي الأوكراني إلى الأبد، أم ما زال لديه نفس يعني إنجاز هذا التعبير لتكملة المشوار في الداخل الأوكراني إذا كانت أو جاءت الشروط أو المفاوضات محاولة أو في محاولات لمثلا يعني التقاء
في نقاط منتصفة بين شروطه ورؤية أوكرانيا؟ حتى الآن كل المؤشرات تؤكد أن روسيا لا يزال لديها نفس لمواصلة الحرب. فعلى الصعيد السياسي تحظى الحرب في أوكرانيا بدعم قطاع عريض من السكان والذين يرون أن بوتين لا يواجه أوكرانيا وإنما الغرب بأسره وأن هذه الحرب وجودية من أجل مستقبل روسيا. على الصعيد الاقتصادي الاقتصاد الروسي متماسك ومنذ عام 2021 لا يزال الاقتصاد الرابع في العالم من جهة تكافؤ القدرة الشرائية. وعلى الصعيد العسكري روسيا لديها ميزانية عسكرية ضخمة تفوق 100 مليار دولار سنويا وهذه الميزانية تتيح جذب كفاءات إلى الجيش عبر منح أجور مغرية لهم وبالتالي هناك عدد متزايد من المتعاقدين مع وزارة الدفاع وهذا غير متوفر في الحالة الأوكرانية. والموجة الحالية من التعبئة في أوكرانيا بعد تعديل قانون التعبئة أثارت بعض الغضب والاحتجاجات لأن فعليا هي لا تحظى بشعبية كبيرة لأنه بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد في العام الماضي لم يعد في أوكرانيا نفس ذلك الإقبال على التطوع للقتال. لكن في روسيا تم تحويل المسألة إلى وسيلة عمل أو أجر. دكتور رامي، هناك دائما يعني خطوات توضح أو بعض التصريحات من قبل الرئيس الروسي أننا بصدد لنظام عالمي جديد، لتحالفات جديدة، لأقطاب جديدة، وتصريحات مؤخرا كلها تشير إلى هذا الأمر. وواضح طبعا التحالفات التي بدأت أن يعني في النشأة إذا كانت روسيا والصين وما يحدث أيضا مع أطراف أخرى مجاورة. كيف تقرأ هذه التركيبة وتصريحات بوتين مؤخرا عن نظام عالمي جديد؟ بالفعل بوتين يدعو مرارا في تصريحاته إلى إقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، ولكن المشكلة تكمن في أن قوة الولايات المتحدة تعتمد على جمعه بين القوة الاقتصادية والعسكرية في آن معا، وبذلك هي تبقى الدولة المهيمنة على العمل على العالم عفوا بلا منازع حتى الآن. ولكن روسيا كونها قوة عسكرية عظمى والصين كونها قوة اقتصادية عظمى يمكنهما إقامة تحالف قد يشكل نوعا من التوازن في العالم. ولكن هنا نأتي إلى مشكلة أخرى وهي أن الصين لها روابط اقتصادية قوية مع الغرب ولا يمكنها التضحية بعلاقتها مع الغرب من أجل التحالف مع روسيا. شكرا لك ضيفي الكريم من موسكو أستاذ رامي أو دكتور رامي القليوبي، أستاذ زائر بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو. نستقبل عبر سكايب من لندن دكتور طالب العواد الباحث بمركز الحوار العربي الأوروبي للبحوث السياسية. دكتور أهلا بك معنا على أكسترا نيوز من القاهرة. هل تشكل مبادرة بوتين فرصة لقادة أوروبا للحد من صعود أو ما يحدث هذه الفترة من صعود قوى اليمين، رغم أن قوى اليمين تمتلك نظرة مختلفة تماما عن الأحزاب الحاكمة حيال العلاقة مع روسيا، والحقيقة أن البعض منها لديه علاقات وثيقة أصلا مع موسكو؟ يعني تحياتي سيدتي لك ولمشاهدي قناتكم وللضيوف الكرام. أعتقد أن المبادرة ليست وليدة الساعة، هناك مبادرات روسية كثيرة، يعني لافروف طرح أكثر من مبادرة، لكن الولايات المتحدة لن تسمح بأي مبادرة لأسباب عديدة، ومن عندها أسباب سياسية، أسباب اقتصادية، أسباب أيضا عدم ظهور قوة جديدة ناهضة وهي القوى العملاقة الجديدة التي تظهر، هي الصين، روسيا، الهند، جمهوريات آسيا الوسطى. هذه لن تسمح الولايات المتحدة على حساب الحرب الأوكرانية الروسية. هناك تداعيات لهذه الحرب، هذه الحرب تداعياتها كثيرة، أهم سبب بها في تقدير كل المراقبين وخلال الأحداث السنتين الماضيتين هو إضعاف دور أوروبا في المستقبل السياسي للعالم. أي بمعنى آخر أنه هذه الحرب وهذه المبادرات التي طرحتها روسيا هي في تقدير مبادرات من أجل إيقاف الدم. هل تنجح ذلك؟ أنا في تقديري لن تنجح للأسباب التالية، لأن لا زالت الولايات المتحدة متمسكة
بدعمها العسكري والمادي لأوكرانيا. هذا الدعم يأتي رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها الولايات المتحدة وأيضا أوروبا، لكن هذا الدعم يعني يشكل هاجس لدى الروس ولدى حلفاء الروس. لذلك في أعتقد وبشكل جازم أنه هذه المبادرات الروسية لن ترى النور لسبب واحد، وهو الموقف المتشنج من قبل الولايات المتحدة بذلك، لأن الولايات المتحدة تريد إضعاف الدور الروسي بأي ثمن، لأنه هاي القوى الناهضة التي يسميها روسيا الصين تريد أيضا تضعفها بأي شكل من الأشكال. يعني هل المقصد هنا دكتور طالب إن هي نية الولايات المتحدة أو إرادة الولايات المتحدة في استنزاف أو استكمال استنزاف روسيا في أوكرانيا، لذلك لن ربما توافق أو تعطي ضوء أخضر لأي من مبادراتها أو مطالبها في هذا التوقيت؟ هل أنا يعني كده مفهوم صح؟ أعتقد لا زالت يعني إضعاف روسيا ليس بالسهولة وبمكان. روسيا تمتلك إمكانيات عسكرية مهولة، هي تصنع سلاح، هي تصنع كذا. أيضا بمسألة الطاقة روسيا لا زالت متمكنة في قيادة العالم بمسألة الطاقة، إن كان قطاع النفط أو قطاع الغاز. إمكان إضعاف روسيا هذا حلم كبير، وأثبتت بالدليل القاطع أنه أوروبا تأخرت في مسائل التنمية وخاصة في وضعها الاقتصادي المرير. يعني أقوى قوة اقتصادية في أوروبا ألمانيا، وفرنسا تعاني بشكل كبير. ألمانيا على سبيل المثال هروب كثير من الصناعات التحويلية الصغيرة إلى الولايات المتحدة بسبب مسألة الارتفاع الطاقة وإلى غيرها. أنا أعتقد هذه الحرب ما حد مستفيد من عدها غير الولايات المتحدة، ولذلك تسعى الولايات المتحدة بكل الإمكانيات المتاحة أن تطيل أمد هذه الحرب بهذا الشكل أو بذلك. لذلك في تقدير كل المراقبين والروس يدركون ذلك الحقيقة. بوتين يدرك الاستراتيجية الأمريكية هي ليس فقط إضعاف روسيا، هو غير قادر على إضعاف روسيا، أثبتت خلال السنتين الماضيتين أنه التنمية في روسيا سائرة بشكل كبير. دكتور طالب لو تسمح لي أذهب بهذه النقطة إلى ضيفي دكتور أشرف سينجر. دكتور أشرف، يعني هذه النقطة متعلقة بعرقلة الولايات المتحدة لأي مبادرة روسية لمفاوضات سلام أو للحلحلة، يعني ولكن إلى أي مدى هذا يعني يزيد من استنزاف موارد الغرب؟ وخليني أقول برضو أن بعض قادة أحزاب اليمين في أوروبا تحدثوا أكثر من مرة عن نيتهم إيقاف الدعم المالي والعسكري لكييف، والذي بات يشكل عبئا على أوروبا، وهذه مطالب أيضا شعبية من قبل بعض يعني مواطني الدول الأوروبية. كيف تنظر إلى هذه النقطة؟ نقطة جديرة بالاهتمام، لأن الولايات المتحدة يعني رمت كرة أوكرانيا وأزمة الأمن في أوروبا بين روسيا والدول الأوروبية إلى الملف الأوروبي، وبالتالي هم مسؤولين دلوقتي عن رفع نفقاتهم الدفاعية وشراء أسلحة من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لن تساعد أو لن تقوم بدفع إلى سلام حقيقي يقع في وقت قصير بين روسيا وبين أوكرانيا. المواقف متباعدة، وده بيأكد على أن يبدو أن الاستراتيجية الكبيرة اللي هي الجراند استراتيجي الولايات المتحدة واضحة جدا على أنهم هندسوا الوضع ده لأن يستمر على قدر المستطاع لتقييد واستنزاف الدب الروسي. طب هم بيستنزفوا؟ بيستنزفوا، لكن الأوروبيين يستنزفوا أكتر، وده بيأثر على أمور التجارة وعلى الأسعار. وإحنا كمان في الشرق الأوسط مسكين برضو كرة لهب بسبب هذه الأزمة. شوفي يعني لما تيجي تبصي للأمور اللي إحنا بنشوفها دلوقتي في عدم الوصول إلى سلام حقيقي في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو عدم الوصول لسلام حقيقي بين الروس وبين الأوكران، يعني بنشوف إن العالم هو خلاص انقسم إلى حرب باردة تقع فيها روسيا والصين ودول تنضم إليهم، ودول يعني مغلوبة على أمرها بين القطب الغربي اللي هو الولايات المتحدة يبدو أنها استطاعت أن تشد الأوروبيين خلفها والأطلنطي
وتبدو أن المأساة الكبيرة اللي بتواجه النظام العالمي أو السياسات الدولية أن كل الدول دي الصغيرة ستظل وقودا لهذه الأزمة الكبيرة أو الصراع المرتقب بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. دي هي النقطة الكبيرة، لأن شوف الإنفاق الدفاعي الولايات المتحدة الأمريكية يعني وصل إلى 900 مليار دولار، مع الأوروبيين بيصل إلى تريليون و200 مليار. طبعا روسيا كمية مليار دولار، طبعا من الصعب إنها تقدر تواجه هذا التحالف الضخم. وبعدين بس هي عندها برضو سلاح النووي، يبقى يجب إن احنا نشوف طلبات الروس إيه عشان نرجع لفكرة الاستقرار للأوضاع الاقتصادية والتجارة العالمية، لأن هذه الأمور بتؤكد على أن الإدارة الأمريكية إذا اتغيرت وجاء ترامب هيبقى عندنا اليمين المتصاعد في أوروبا، رغم أنه له ضرر كبير. وإذا كان جاء ترامب، أنا أفتكر المشهد هيختلف، هيختلف بالتأكيد، لأنه ترامب رافض لفكرة تحليل الدولة العميقة، وأنهم واخدين الولايات المتحدة وأوروبا والعالم إلى كارثة يعني. فهو يعني شوفي الولايات المتحدة أنا شايفها دولة غير راضية، وهي زعلانة، أنا ما أعرفش هي زعلانة من إيه يعني، كل شوية عمالة يعني ولا عارفة تضبط نظام دولي بشكل جيد، وأنها زي ما يكون صاحبة مصلحة في إشعال الحرائق. وده اللي يخوفنا يعني. الشعب الأمريكي خلي بال حضرتك هو مستاء جدا من أن الإدارة الأمريكية بتفكر بأفكار الميكافيلية القديمة اللي المفروض أنها طورت من مؤسساتها وخلت القانون الدولي ويحترم وحماية حقوق الإنسان وحماية الدماء. يعني هذه أمور، لو سمح لي دكتور أشرف أذهب بهذه النقطة إلى ضيفي الكريم من لندن دكتور طالب. دكتور طالب، يعني ضيفي دكتور أشرف تحدث عن قلب المشهد ربما قريبا مع صعود ترامب، وإن صعد يعني ورغم استطلاعات الرأي تشير إلى ذلك بشكل قوي، ومع صعود اليمين، وربما أنه تأثيرات الصراع في أوكرانيا على اقتصادات الدول الأوروبية والمعاناة من التضخم وغلاء الأسعار ومشاكل تصريف الإنتاج الزراعي، يعني كلها أسباب واضحة لصعود اليمين بشكل أو بآخر. برأيك هل هذه التوابع تمهد لقلب المشهد السياسي الأوروبي قريبا؟ لا أعتقد ذلك يعني. لا يوجد تغيير دراماتيكي سريع، لا يوجد، وخاصة في دول يعني معروفة بإمكانياتها يعني، أو ترسيخ المفهوم الديمقراطي لبعض الدول أو حتى الأرجاشية الموجودة في هذه الدول، لن تسمح بتغيير ديموغرافي سريع بهذا الشكل أو بذاك. لكن المسألة اللي صعود اليمين، أحد أسباب صعود اليمين هو المسألة الاقتصادية البحتة، يعني مسألة اقتصادية. استعرضي أي دولة أوروبية وخاصة هاي الدول التي التحقت مؤخرا بالاتحاد الأوروبي، يعني الدول الشرقية، هي ذات اقتصاديات ضعيفة أساسا ومهزومة، يعني مهزومة ومهزومة. لذلك في تقدير كل المراقبين سيدتي أنه لا يوجد تغيير دراماتيكي على الواقع السياسي، لكن ممكن تغيير دراماتيكي على الواقع السياسي داخل البلد نفسه. يعني بمعنى آخر، هناك مسألة يعني تلاقي مسألة الهجرة لبعض البلدان مسألة تورق، أيضا مسألة النمو مسألة تورق القادة السياسيين لهذه البلدان. لكن المسألة الأساسية في تقديري، الآن أوروبا تعاني اقتصادياتها، وخاصة الدول أوروبا الغربية تعاني اقتصاديات كبيرة. أنا أعيش في بلد اسمه بريطانيا، يعاني، تغير 4 رؤساء وزراء خلال شهرين، السبب هو المسألة الاقتصادية. أيضا اقتصاد مثل ألمانيا يعني جدا جدا قوي، الآن بدأ يذهب إلى الترسانة العسكرية، يعني هذه المسألة. اقتصاد الفرنسي اقتصاد جدا جدا وضعه صعب. إسبانيا، إيطاليا، أعدد كثير من الدول الأوروبية تعاني في اقتصادياتها، اقتصاد مهزوم لسبب كبير وهو المسألة في الحرب الأوكرانية. أيضا كوفيد أثرت بشكل أو بآخر، المسائل كلها تجمعت. الآن الحلول الذاتية، صعود اليمين، هاي حلول مؤقتة، يعني عادة دورة رأس المال والمعروف بها يعني الرأسمالية العالمية، إعادة دورة رأس المال ليس بالسهولة بمكان. سابقا ممكن الضخ للسوق
بمسائل كثيره ماليه وخاصه الاتحاد الاوروبي ممكن يضخ للسوق، لكن الان الاتحاد الاوروبي يعاني معاناه شديده. الحرب الاوكرانيه استنزفت، كوفيد استنزفت، ايضا مساله في غايه هو عدم الاتحاد الاوروبي ليس منسجم كما يتصور البعض. هل هذه الامور يعني تنهي تبعية لامريكا في قرار مثل قرار متعلق بالازمه الروسيه الاوكرانيه برايك دكتور؟ عزيزتي حتى لو سيدتي الفاضله مهما يكون الضغط الامريكي هناك مصالح وطنيه لبعض البلدان، يعني على سبيل المثال المجر تعاني، المجر خارج السرب، اسبانيا خارج السرب في بعض التصريحات وفي بعض الممارسات. انا ارجع واقول لك اكو شغله ايضا في غايه الاهميه في تقدير كل المراقبين، انه هي الان هذا صعود اليمين ليس يعني ليس حل ذاتي لهذه البلدان، ان صعد اليمين او صعد اليسار المشكله معقده ومركبه جدا. اقتصاديات بلدان ذاهبة إلى يعني إلى الانحدار. مثل بسيط، الولايات المتحدة ضغطت على بريطانيا بعدم استيراد النفط الروسي. نعم. الآن تستورد النفط الروسي عبر الهند بعد تكريره في الهند بأضعاف مضاعفة. هذا ضحك على الذقون. يعني الولايات هاي كيف تحاصر روسيا وروسيا تصدر نفوطها إلى الصين وإلى روسيا وإلى الهند؟ والهند تبيعها وتبيع النفوط مكررة بأرباح خيالية إلى أوروبا. هذه مسائل في تقديري الولايات المتحدة استفادت من هذه الحرب. قطعت الغاز على سبيل المثال، قطعت الغاز الروسي عن بعض البلدان الأوروبية وهي قامت بتصدير. انتهى وقتي دكتور طالب، ولكن أشكرك شكرا جزيلا. كل عام وحضرتك بخير على كل هذه المعلومات. دكتور طالب العواد الباحث بمركز الحوار العربي الأوروبي للبحوث السياسية. أيضا أشكر ضيفي الكريم عبر سكايب من القاهرة دكتور أشرف سينجر. شكرا لك دكتور أشرف، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة. مشاهدينا الكرام، أخيرا شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.